في هذا المساء مشاهدينا متابعينا الكرام، حيث انطلق شوطنا الرابع عشر من اشواط الخير والبركه هنا على ارضيه ميدان الشحانيه. وفي هذا المساء حيث نشاهد معكم هذه المنافسات والتحديات الجميله مع هذه الاشواط المفتوحه، لنتابع معكم انطلاقه هذا الشوط الخاص بالابكار ونسير مباشره الى الصداره لنتابع المركز الاول. وهذه الزباره في مقدمه وصداره هذا الشوط من هجنم الزبار، سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري من يقدم لنا الزباره على مقدمه وصداره الشوط، بينما في المركز الثاني التواجد من حضور مع ثاني المراكز من هجنم الزبار وحمد بن محمد بن جرحب من يقدم لنا حضور بشعار هجنم الزبار على ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز نتابع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز يأتي التقدم من الجانب اليمين، حيث الحضور من مواري اللي خذت المركز الثالث. وهذه مشاهدينا الكرام القادمة سلام من هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا سلام على ثالث المراكز. المركز الرابع شوف الاسم القادم في هذه اللحظات من وصلت قنوف من هجن أم الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق في عملية التضمير، بينما في خامس المراكز المركز الخامس وصلت شحانية من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدمها ويقدم اندفاعة شحانية في المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمسة المتقدمة المندفعة في هذا التحدي الجميل. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية الأولى لنتابع هذا المشهد الرائع في هذا المساء مع تحديات سن الحقايق على أرضية ميدان الشحانية. وفي هذا المهرجان السنوي مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، عودتنا الى صدارة الشوط الى شعار هجن ام الزبار وانطلاقة الزبارة على المركز الاول بالاداء بالحضور مع مقدمة الشوط. هذه الزبارة بمقدمة المسار تتواجد سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري يقدم لنا الزبارة على المقدمة والصدارة، بينما هنا في المركز الثاني تحركت وانطلقت سلام تحمل الشعار العنابي شعار هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث شوف الانطلاق ايضا من الشحانية من هجن الشحانية عند البرنس من يتابعها، ولكن ارصد الاسم الواصل هذه القادمة العبور من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم فران. المري بدأ يقدم العبور في هذه اللحظات المثيرة على رابع المراكز. المركز الخامس المركز الخامس مشاهدين الكرام نتابع القدوم من نجاح من هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هذه الأسماء المتقدمة، ولكن شوف الأسماء أيضا اللي بدأت تندفع نحو الصدارة بدأت تندفع نحو الفايف ستار. عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى الانطلاق إلى الحضور الجميل من سلام. سلام على المركز الأول على الصدارة الأولى من هجن الشحانية. هذه سلام من تتقدم على مقدمة الشوط بالأداء الجميل والعصا في الأبطان حاملة لشعار هجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم سلام على المركز الأول على الصدارة الأولى. الزبارة في المركز الثاني، ولكن شعار هجن الشحانية قادما قادم بحضور وانطلاقة عجايب. الله 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 شوف عجايب والأداء الممتاز بشعار هجن الشحانية بقيادة أيضا الشبل جابر بن سالم بفران بدأ يقدم لنا عجايب في المركز الثاني، ولكن الصدارة المقدمة سلام حتى هذه اللحظات الثنتين من هجن الشحانية باختلاف المضمرين في منافسة ثنائية مع الأمتار الذهبية. ولكن سلام وعجايب عجايب وسلام اللحظات المثيرة اللحظات الخطيرة عجايب 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 اللي مرت اللي مرت في اللحظات المثيرة لتنتزع الفوز والناموس والانتصار. سلام لهجن الشحانية سلام يا عجايب. شكرا للشبل جابر بن سالم بفران. المركز الثاني من وصلت سلام من هجن الشحانية عند البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. وثالث المراكز
كان الوصول مشاهدين الكرام من الزبارة من هجن أم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدين الكرام من وصلت نجاح من هجن الشحانية عند البرنس ورابع المراكز. المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدين الكرام من وصلت في خامس المراكز العبور من هجن الشحانية عند الشبل القابل بن سالم فرا المري. هذه نتيجتنا، ولكن شاهدوا معنا هذا القدوم الجميل، لحظة الوصول من عجايب وانتزاع ناموسي هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية، ناخذ التوقيت لحظة وصول عجايب إلى خط النهاية، قاطعة مسافة الأربعة كيلومتر في توقيت مقداره 6 دقائق و3 ثواني جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا للشبل جابر بن سالم فران المري. بينما ثاني المراكز كان الوصول من سلام بتوقيت المقداره 6 دقائق 4 ثواني و33 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. بينما ثالث المراكز، المركز الثالث كان الوصول من الزبارة بشعار هجن أم الزبار، وهذه لحظة الوصول والتوقيت الزمني 6 دقائق و8 ثواني 78 جزء من الثانية. تهانينا لهجن أم الزبار وتهانينا لسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والإثارة في هذا المساء.